أهلا وسهلا بكم أعزائي المتعلمين والمتعلمات في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية. أجهز أدواتي، الكتاب والقلم والكراسة والممحاة. نقرأ معا الدرس الثالث. أشاهد عصافير تطير في سرور. نستمع مرة أخرى. أشاهد عصافير تطير في سرور. نستمع إلى هذا السؤال، ماذا تشاهد فرح؟ هل كانت تشاهد عصفور أم عصفورين أم عصافير؟ أحسنت، نحدد معا في الكتاب، كانت فرح تشاهد عصافير. الآن أرسم علامة صح تحت الصورة المعبرة عن الدرس. هل الصورة الأولى التي هي عصافير أم الصورة الثانية التي بها عصفور واحد؟ نضع علامة صح. أحسنت، الصورة الأولى هي المعبرة عن الدرس وبها عصافير. الآن نقرأ معا هذه الكلمات ثم نصل معا في الكتاب المشابه لها. نستمع للقراءة. عصافير، تطير، سمك، سرور، أشاهد. الآن في الكتاب أصل كل كلمة عزيزي المتعلم للمشابه لها في السطر الثاني. أحسنت، إجابات صحيحة. الآن نقرأ معا هذه الجمل المختلفة ثم نحدد معا جملة الدرس المستهدفة. الجملة الأولى، عصافير أشاهد في تطير سرور. الجملة الثانية، أشاهد عصافير تطير في سرور. الجملة الثالثة، أشاهد تطير في سرور عصافير. أحدد معا في الكتاب الجملة المستهدفة. ما هي جملة الدرس؟ أين هي؟ أحسنت، هذه هي جملة الدرس. نقرأ معا. أشاهد عصافير تطير في سرور. الآن نقرأ هذه الجمل معا قراءة سليمة. أنا أشاهد حوض سمك. شاهد حمد مع سالم عصافير. أرسم عصافير تطير في سرور. الآن نشاهد هذه المتاهة. في السابق أخذنا حرف الدال، نصل الآن معا إلى الفتحة وصوته د. نشاهد معا، وصل الخط إلى الضمة وصوته دو، وفي الأخير مع الكسرة دي، والآن وصل الخط إلى الدب. ممتاز. نشاهد معا رسم حرف الدال بهذا الشكل. انتبه جيدا، مع الفتحة ينطق د، ومع الضمة دو، ومع الكسرة دي، وشكله في أول الكلمة نشاهد معا بهذا الشكل. أحسنت، وإذا كان فقط قبله حرف له ذراع بهذا الشكل. الآن ننطق معا أصوات حرف الدال، نساعد هذه الطفلة، مع الفتحة د، مثل كلمة دجاجة، ومع الضمة دو، مثل كلمة دب، ومع الكسرة دي، مثل كلمة درهم. الآن نقرأ هذه الجملة ثم نحدد الكلمة التي تحتوي حرف الدال. أشاهد عصافير تطير في سرور. نقرأ معا مرة أخرى. أشاهد عصافير تطير في سرور. أضع دائرة على الكلمة التي تحتوي حرف الدال في الكتاب. أحسنت، كلمة أشاهد تحتوي حرف الدال وهو في آخر الكلمة وصوته مع الضمة، نشاهد دو. أحسنت. الآن استمع وأحدد حرف الدال في الكلمات الآتية أمامي. الكلمة الأولى درس. الكلمة الثانية درر. الكلمة الثالثة ندم. حدد حرف الدال في هذه الكلمات وانتبه لأصوات حرف الدال. نحدد معا في الكتاب. أحسنت، حرف الدال في كلمة درس في أول الكلمة صوته د، وفي كلمة درر في أول الكلمة صوته د، وفي كلمة ندمة في وسط الكلمة وصوته دي.
أحسنت يا بطل. الآن سوف نلعب لعبة تركيب الحروف، ثم نكون معا كلمة مفيدة ونكتبها في الكتاب على السطر بخط جميل. نقرأ الحروف الأولى: الألف، السين، الدال. نكون منها كلمة مفيدة. الحروف الثانية: الميم، الدال، الحاء. نكون منها أيضا كلمة مفيدة. الحروف الثالثة: الدال، الميم، العين. كون من هذه الحروف كلمات مفيدة. نكون معا في الكتاب. أحسنت. أسد، مدح، ودمع. ممتاز. وهذه الكلمات تحتوي حرف الدال. الآن نشاهد معا رسم حرف العين. نسترجع معا رسم الحرف. كما قلنا سابقا، نصف دائرة صغيرة ثم نصف دائرة أكبر. نشاهد، ومع الفتحة ينطق ع، ومع الضمة عو، ومع الكسرة عي. وأيضا في أول الكلمة يرسم بهذا الشكل له ذراع واحدة. والآن نشاهد معا في وسط الكلمة له ذراعان، وحرف العين في الأخير له ذراع واحدة ويرسم بهذا الشكل. الآن ننطق معا أصوات حرف العين القصيرة: مع الفتحة ع مثل كلمة عصير، ومع الضمة عو مثل كلمة عش، ومع الكسرة عي مثل كلمة عنب. الآن أقرأ هذه الجملة وأميز الكلمة التي تبدأ بحرف العين. نقرأ معا: أشاهد عصافير تطير في سرور. نستمع مرة أخرى: أشاهد عصافير تطير في سرور. ضع دائرة على الكلمة التي تبدأ بحرف العين. أين هي؟ ممتاز. كلمة عصافير تبدأ بحرف العين وهو في أول الكلمة. الآن استمع وأحدد حرف العين في الكلمات الآتية في الكتاب معي عزيزي المتعلم. نحدد: أول كلمة عرفة، الكلمة الثانية عمر، الكلمة الثالثة لعبة. حدد معي حرف العين في الكتاب. أحسنت. حرف العين في كلمة عرف صوته ع مع الفتحة، وكلمة عمر نشاهده في أول الكلمة مع الضمة ينطق ع، وفي وسط الكلمة كلمة لعبة ينطق ع مع الكسرة، ولا ننسى أن له ذراعان في وسط الكلمة. الآن نقرأ هذه الكلمات معا: عبد، سعد، دمع، زرع. نكتب هذه الكلمات بخط جميل في الكتاب. ممتاز. الآن نشاهد هذه الصور ونكمل بحرف العين. الصورة الأولى ضفدع، الصورة الثانية نشاهد عصافير، والصورة الثالثة صورة ماذا؟ ثعلب. أكمل الكلمة بالصوت، صوت حرف العين. ضفدع، أين هو حرف العين؟ أحسنت. ضفدع في آخر الكلمة ومع الضمة ينطق عو. عصافير، كلمة عصافير تبدأ بحرف العين وهو في أول الكلمة وصوته هنا ع. كلمة ثعلب حرف العين في وسط الكلمة وله ذراعان بهذا الشكل يكتب. ممتاز. الآن نستمع إلى هذه الجملة جيدا ونكتب معا في الكراسة بخط جميل وعلى السطر في أول السطر. نستمع جيدا: لعب حمد. مرة أخرى نستمع: لعب حمد. نكتب عزيزي المتعلم هذه الجملة، ولا ننسى بخط جميل نترك بين الكلمة والثانية مسافة ونضع في نهاية الجملة نقطة. نستمع مرة أخرى: لعب حمد. أحسنت. نشاهد معنى الإجابة: لعب حمد. ممتاز. نصحح إذا كان هناك خطأ ونعيد كتابتها بخط جميل. ممتاز. وفي نهاية الحلقة نشكر حسن متابعتكم لنا، ونتمنى أن نلقاكم في حلقات أخرى.